اي سي تي 22 مارش بيبر 21 داتابيس. طيب طبعا احنا لازم نكون مجهزين السورس فايلز على الديسك توب، فهو بيقول لك ايه، يو هاف بين سبلايد وذ ذا فولوينج سورس فايلز، ماشي، اللي هي ديل نوت ودرايفرز والحاجات ده هي. طيب تعال نشوف كده، ادي السورس فايلز موجودة عندي على الديسك توب، تمام. طيب اول حاجة بقى بيطلب الافيدنس، هو تاسك 1 ايفيدنس دوكيمنت اوبن M2221 ايفيدنس دوت ار تي اف. هنكتب نيم سنتر نمبر كاندريت نمبر في الهيدر ونعمل لها سيف از، نحولها الى وورد في الورك اريا ونزود على الفايل اللي هو 999 اللي هو الكاندريت نمبر، تمام. طيب انا بصراحة المسألة دي انا مش مجهز لها السورس فايلز لان كنت بحللها الوورد، فانا عندي السورس فايلز واسمي في الهيدر والسكرين شوتس دي بتاعت الوورد، غالبا مسألة الاكسس مسألة الداتابيز غالبا هتشتغل من اول ايفيدنس 4، فانا عندي فايل الايفيدنس في الوورد مفتوح واسمي في الهيدر ومحلول فيه شوية، خلاص يبقى كل ده انا هعمل له سكيب، وهعمل كمان سكيب لتاسك 2 دوكيمنت. هي طبعا اي حاجة 22 مهمة جدا، واي حاجة مارش بتبقى اصعب شوية، فطبعا المسألة دي بتاعت الديتابيز مهمة جدا، تمام. خلاص يبقى انا عملت سكرول لغاية تاسك 3 داتابيز، يبقى انا عملت سكرول لغاية تاسك 3 database. طيب بص بقى، you are now going to prepare some reports. الكلام ده هو ليه معنى عندي، الريبورتس دي اللي هي بتتعمل في اكسس بعد الكويري، تمام. طيب يبقى you are going to prepare some reports. Make sure currency display the same currency symbol. ماشي، ما هو الكمبيوتر بتاعي English UK، لما انا هخليها currency هتطلع English English pound، تمام. طيب and set to two decimal place، ماشي عادي انا هخليها currency two decimal places، ماشي حلو قوي. using a suitable database package، يبقى انا بقى هروح رايح في الفولدر بتاعي using a suitable database package، يبقى انا هروح رايح في الفولدر بتاعي واروح عامل الداتابيز، يبقى انا هاجي هنا اهو في الورك اريا وبعدين رايت كليك نيو، هختار مايكروسوفت اكسس داتابيز. طيب هكتبه باسمي، هو ايه الفايل اللي باسمي ده؟ ده فايل الباوربوينت، الفار اللي فوقيه ده باسمي بالباوربوينت، ما تلاقيني حلل المساله دي حللها الوورد والباوربوينت. طيب يبقى انا هروح عامل كده نيو داتابيز وهروح دايس انتر كمان مرة انتر وهعمل من هنا انيبل. حلو قوي، يبقى انا كده عملت اكسس فاضي، ماشي. يبقى هو لما يقول لك يوزنج ا سوتبل داتا بيس باكج يبقى انا عملت اكسس فاضي. تعالى بقى نعمل امبورت اللي هو الفايل اسمه ايه، M2221 makers دوت سي اس في. طيب بص بقى يا ابني، يبقى من هنا اكسترنال داتا وبعدين ادي نيو داتا سورسز فروم فايل، ولازم تختار تكست لان الفايلات اللي هي دوت سي اس في حقيقتها انها تكست، يبقى ادي من هنا تكست فايل، وبعدين نعمل بقى براوز ندور، ادي من هنا براوز واروح رايح على الديسك توب وادي 22 مارش، والفايل اسمه ايه؟ الفايل اسمه ميكرز، يبقى ادي هنا الفايل اللي اسمه ميكرز، تمام؟ طيب اروح اعمل اوبن، اكيد زي كل مره اكيد هسيبه امبورت وبعدين اروح عامل اوكي، اكيد هسيبه ديليميتد
وبعدين اروح عامل نيكست. لازم اسيبه هنا الديليميتر كوما، لان سي اس بي اختصار كوما سيباريتد فاليوز. ماشي، لغايه دلوقتي انا مش بختار حاجه زياده، الحاجه الوحيده الزياده ان انا هختار من هنا فيرست رو كونتينز فيلد نيمز، بحط صح عند فيرست رو كونتينز فيلد نيمز وبعد كده نيكست. طيب هنا بقى لازم اخش ادفانس. ليه؟ عشان اختار الداتا تايبس. هي الديت الفيلد نيمز كاتبه نفسها، الفيلد نيمز كاتبه نفسها، يبقى انت هختار من هنا ادفانسد، تمام، وبعدين هتجيب من هنا المساله ميكر كود، ميكر سيتي كونتري، الاربعه عايزهم تكست، يبقى الاربعه في الاكسس شورت تكست، كتر خير. ماشي، يبقى ادي من هنا اوكي وادي من هنا نيكست. هنا بقى موضوع البرايمري كي، البرايمري كي مهم جدا، تمام. تعالى نرجع للمسألة، set maker code as a primary key، يبقى ادي هنا choose my own primary key وتخليه maker code وبعد كده next وبعد كده finish. والويندو دي عمري ما اهتميت بيها، اللي هي سيف امبورت سيت ابس، دي مش ستيبس، دي مش عايزها، تمام. طيب اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ادي التيبل، اعمل عليه دبل كليك وابص عليه. تعال نشوف كده، ماشي الحال، متهالي ما فيهوش اي سيتنجز، اصل ده كلهم تكست. لو كان في ديسيمال بليسز، لو كان في كارنسي، يمكن التيبل اللي جاي. طيب يبقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا نفذت دي، اخش على امبورت كمان مره، هخش على امبورت كمان مره، يبقى دي هروح اقفلها، التيبل ده اقفله كمان مره، اكسترنال داتا ودي نيو داتا سورس فروم فايل وتكست فايل، نجيب الفايل اللي بعده، يبقى ادي هنا نيو وادي فروم فايل وادي تكست فايل، تمام. طيب كمان مره براوز، المره دي بقى الفايل اسمه ايه؟ الفايل اسمه درايفرز، ادي من هنا درايفرز، تمام، واروح عامل نيكست، راح عامل اوبن. لازم اسيبه امبورت، تمام، وبعد كده اوكي، لازم اسيبه ديليميتد، وبعدين نيكست، لازم فيرست رو كونتينز فيلد نيمز، وبعدين نيكست، وبعدين من هنا ادفانس. وهنا بقى هتعب شويه، ما هنا بقى هبذل شويه وقت ومجهود. ليه؟ عشان اظبط الداتا تايبس. اما نشوف على قد الامكان هو بيخلي الداتا تايبس معموله اوتو ديتكت. طيب تعال نرجع للمساله، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم تكست، اللي هم يبقوا شورت تكست، كلهم تكست اللي هم يبقوا شورت تكست. طيب حلو قوي، دلوقتي capacity underscore tb هو مخليها number 3 decimal places والdisplay 3 decimal places. انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان الكاباسيتي تبقى دبل. يعني ايه دبل؟ يعني فيها fraction، يعني فيها decimal places. طب 3 او اكتر او اقل مش بعرف اتحكم فيها من الويندو دي. في الاخر هخش بقى في الديزاين فيو بتاعت التيبل واخليها فورمات فيكست، لازم فورمات فيكست، واخلي ديسمال بليسز 3. لو خليتها ديسمال بليسز 3 بس مش هتشتغل. طيب ليتر بقى، وبعدين ريد عايزه 0 ديسمال بليس ورايت 0 ديسمال بليس، هو واخدهم لونج انتجر، ما انا متهيألي مناسب، ما هو كده هول نمبر، يعني ما هو نمبر 0 ديسمال بليس يبقى انتجر، مناسب مناسب، انا هسيبها كده انتجر.
هسيبها ان شاء الله، هسيبها دي كده لونج انتجر، وهي في السكرين شوت مش هتبان، في السكرين شوت هتبان انها داتا تايب نمبر، وبعدين هتبان في الريبورت انها من غير ديسمال بليسز هتاخد الدرجه بالكامل. سواء خليتها، انا ممكن اخليها دبل بس ليه؟ هي انتجر، انتجر حلوه، ما هي زيرو ديسمال بليس. البرايس عايزه كرنسي، اه هو بقى ما بيقدرش يعرف ان حاجه كرنسي، مش بيقدر يعرفها من نفسه. فالبرايس بدل ما هو دبل، دبل يعني ارقام فيها فراكشن، انت هتختار بقى من هنا انها كرنسي، يعرف انها الارقام دي فيها ديسيمال بليس، ويعمل لها ستيرلينج، ويعمل لها ستيرلينج. ستوك نمبر هسيبه لونج انتجر. اول مره كانت بتيجي كان بيقول انتجر وخلاص. طيب ماشي، ما هو ده بقى مارش، مارش بيبقى فيه صعوبه زياده، وطبعا 22 احدث حاجه. تمام خلاص، يبقى انا كده حاسس ان انا ظبطت اكتر حاجه، وبعد كده هخش في الفورمات في الديسبلاي في التيبل ديزاين فيو، واخليه فورمات فيكس اللي هي 3 ديسيمال بليس، هي دي بس اللي عليا. والكرنسي برضه هتاكد انها كرنسي ستيرلين و2 ديسيمال بليس. بس انا دلوقتي هدوس اوكي واروح عامل نيكست، وافكر بقى في البرايمري كي. ما انا اتدربت بقى، المسائل كلها بقت شبه بعضها، هي الخطوات كتير اه، بس هي كل مره كده فبقت شبه بعضها. يبقى انا هخلي دلوقتي البرايمري كي هو الدرايفر كود، choose my own primary key واخليه درايفر كود، وبعدين next، وبعدين finish، وبعدين close. اهو تعالى بقى نفتح الايه، التيبل بتاع الدرايفر ده، التيبل بتاع الدرايفر ده هنتعب فيه شويه. ليه بقى؟ اللي كلهم تكست ما فيش فيها حاجه تتعب، هنا اس اس دي، هنا اتش دي دي، مش فارقه، الداتا حلوه، ما فيش داتا ناقصه، خاصه لو كان طلع لي تيبل تاني اسمه اي ار ار جايه من ايرور، يعني كانت بعض الداتا هتترفض. انا ما شغال دقه، شغال بدقه وما فيش داتا اترفضت، ما فيش. طيب بس انا دلوقتي عايز كاباسيتي اندر سكور تي بي، بان المساله دي بتتكلم على هارد ديسك وتي بي يعني تيرا بايت. طيب ماشي، دلوقتي انا عايز اخليها 3 ديسيمال بليس، يبقى ادي هنا الكاباسيتي اهي مش شغاله 3 ديسيمال بليس، ما هي لو 3 ديسيمال بليس يبقى حتى ان شاء الله تبقى 0.480، ما هي 3 ديسيمال بليس. الكلام ده مش هيتحقق، يعني انت طبعا لازم هتخش هنا هوم، لازم هتخش هنا هوم وتجيب من هنا ديزاين فيو، يبقى هوم ديزاين فيو، وبعدين ادي كاباسيتي اندر سكور تيرا بايت ونمبر كويس جدا، وهنا الفور السايز بتاعها انها دبل كويس جدا علشان يبقى فيها فراكشن. طيب بص بقى يا ابني، الديسيمال بليسز هتخليها او 3 مش كفايه، انا بقول لك اهو هتخلي الديسيمال بليسز 3 مش كفايه، تعالى اوريك. هو ناقص ايه؟ ناقص كمان ان فورمات فيكس عشان تبقى فيكسد نمبر اوف ديسيمال بليسز وتشتغل 3 ديسيمال بليس. طيب تعالى الاول اوريها لك انها ما اشتغلتش، ادي من هنا سيف، وادي من هنا اهو اهي 0.48، مع ان انت مخلي الديسيمال بليسز 3 ناقصها حاجه، ترجع تاني ديزاين فيو وتخلي هنا الفورمات كمان فيكسد. وادي من هنا سيف، وادي من هنا ديزاين فيو، الحمد لله اشتغلت. يبقى انت اهم حاجه بعد ما تدي الكوماند تتاكد انه اشتغل. اكسس شويه برضو معقد شويه، بس بعد ما ندرس بقى اكسل وويب اوثرنج هنقول فين ايام الاكسس. طيب حلو قوي، يبقى انا ظبطت دهيت. محتاج اظبط ايه كمان؟ دي انا مش هعمل فيها حاجه لان انا خليتها انتجر يعني خلصانه. انا هخلي بس البرايس كرنسي كمان مره وتو ديسيمال بليس. تعال نبص عليه كده، فين البرايس؟ اهو على فكره هو معمول كرنسي ومعمول تو ديسيمال بليس، بس لا مش ده اضمن حاجه. اضمن حاجه ان انت تجيب من هنا هوم ديزاين فيو،
وادي من هنا برايس واخده كرنسي، مور اوفر هتخلي من هنا كمان الفورمات كرنسي، هي الكرنسي هتطلع ستيرلينج ماشي، والديسمال بليسز هتخليها تو. في مسائل كان طالب الديسمال بليسز 1، ساعتها الحركه دي او الخطوه دي كانت ضروريه جدا، اذروايز ماشي الحال ماشي الحال. طيب وتدوس كده سيف وترجعها كده تيبل، ما هو زي الفل. خلاص بقى انا عملت التو تيبلز، ناقصني سكرين شوتس. انا عملت التو تيبلز ناقصني سكرين شوتس تمام. طيب يبقى تيك سكرين شوت ايفيدنس اوف ذا تيبل ستراكشرز، يعني الاثنين تيبل الاثنين تيبل شوينج البرايمري كي والفيل نيمز والديتا تايبس، هنحطها في ايفيدنس فور، الاثنين في ايفيدنس فور. طيب والله يعني براحتك، ادي التيبل الاولاني هتروح اجيبه من هنا هوم ديزاين فيو، وادي سنيبنج تول ونيو هتروح مصور الحته دي، باين فيها باين فيها اللي جنبه منه مفتاح ده هو اللي برايمري كي، تروح جاي بقى هنا في فايل الايفيدنس وادي بيست اهو، اللي جنب منه مفتاح ده برايمري كي، وتدوس انتر. ليه؟ عشان تقفل التيبل ده وتروح رايح على التيبل التاني دبل كليك، وبعدين هوم ديزاين فيو هي البتاعة الصغيرة دي، ادي من هنا نيو بالسنيبنج تول وصور، وكمان مرة هنا بيست اهو، المفتاح ده هو البرايمري كي، يبقى تدوس على سيف. وهنا في الاكسس برضو تدوس على سيف وتقفل. انا بحب الريجن دي مقفله لان ممكن يحصل كونفليكت او تنسى وتشتغل في حته تانية وتلاقي الدنيا تايهه منك، قفل كل حاجه وافتح بس التيبل او الكويري او الريبورت ان شاء الله. حلو قوي، المسائل كلها زي بعضها بس الاشكال دي بس ايه؟ دي حاجه شكلها غريب، يلا نتدرب على كله عشان اخر السنه ما يبقاش في حاجه غريبه عليك. طيب بعد كده متوقع الريليشن شيبس، كرييت وان تو ماني ريليشن شيب بتوين ذا ميكر كود فيلد ان ذا ميكر تيبل اند ذا ميكر كود فيلد ان ذا درايفر تيبل. ان شاء الله واحد فيهم هيبقى برايمري كي والتاني مش برايمري كي، علشان ان شاء الله تطلع وان تو ماني، ولو عملت لينك تيبل مع حاجه تانية مفيش حاجه هتظهر اساسا. خلاص تمام، يبقى انت لما تيجي تعمل ريليشن شيب هتعمل ايه؟ هتخش في داتا بيس تولز وبعدين ريليشن شيبس، تروح عامل هايلايت على التو تيبلز دول وتعمل اد وبعدين كلوز، وبعدين بقى وضب وضب ماشي. حلو قوي حلو قوي، انا عايز دلوقتي ميكر كود فيلد ان ذا ميكر تيبل وميكر كود فيلد ان ذا درايفرز تيبل اهو، ادي ميكر كود واحده منهم وادي ميكر كود واحده تانية، الحمد لله واحده منهم برايمري كي والتانية مش برايمري كي، فهتطلع وان تو ميني زي كل المسائل تمام. هاخد واحده اعمل لها دراج وارميها على التانية، يبقى انا هروح ساحب دهيت وارميها كده، ادي ميكر كود في الميكر في تيبل مع الميكر كود في الايه في الدرايفر تيبل، وادي وان تو ميني. طيب دوس كده كرييت، حلوة قوي، دوس على سيف يعني. يبقى تعالى نراجع تاني كده، تعالى نراجع تاني عشان كان في غلطة صغيرة، هي ميكر كود مع ميكر كود. خلاص يا شباب تمام كتر خيركم، ايوه كده صح، يبقى هي ميكر كود
مع ميكر كود. تعرف لو كنت سبتها مع ميكر مع موديل كود، يا نهار الكويري ما كانتش هتشتغل، كانت هتطلع فاضية خالص. فعلا فعلا. يبقى ادي الميكر كود مع الميكر كود. شكرا لتنبيهي، كتر خيركم. تمام، يبقى ادي الميكر كود مع الميكر كود. ناخدها بقى سكرين شوت. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نروح جايين كده على دهيت وعاملين عليها دبل كليك. ادي ميكر كود مع ميكر كود، وادي 1 تو ماني. طيب ما احنا عايزين نصورهم كده جنب بعض. ماشي، لو حابب انا يبان الويندو بتاعت 1 تو ماني والخط اللي مرسوم. يبقى ادي من هنا سنيبنج تول ونيو، وتروح مصور دهيت، وبعدين هتحطها في ايفيدنس نمبر 5. تمام، حلو قوي. وكل شويه دوس على سيف، وكل شويه هنا دوس اوكي، ودوس سيف واقفل. تمام، وتعال نبص لبقيه المساله. خلاص، يبقى احنا خدناها سكرين شوت. طيب ان ذا درايفر تيبل عاوزني اعمل ايه؟ ساعات بيخليني اضيف نيو ريكورد، وساعات بيبقى يخليني اعمل فايند جوه التيبل، ادور على ريكورد معين واغيره. ما هو امندمنتس يعني تشينجز. ما هي الحاجات دي بقى اللي بتيجي شكلها جديد في 2021 22 23 كمان. طيب دلوقتي in the driver table locate the record with the derived code DD88. طيب يبقى ادي الدرايفرز يا شباب، هنروح عاملين عليه دبل كليك وفاتحين. فين بقى الكود اللي هو درايفر كود؟ ادي هنا. ادي درايفر كود، بتدور انت على دي دي 88 اهو، اهو اخر واحد. على فكرة كان ممكن تحط فلتر، ممكن تحط فلتر، ده اسمه فلتر، بس بحكم ان هي قدامي اهي تي دي 88 خلاص لقيتها، مش محتاجة فلتر. خلي لي الكاباسيتي 2.000، ادي هنا الكاباسيتي. لو انت كتبت 2 ودوست انتر هو هيخليها لك 2.000، لان انت مخليها فورمات 3 ديسمال بليس. وايه كمان؟ البرايس 450. فين البرايس؟ ادي البرايس، بدل ما هو 250 خليه 450 وتدوس كده، هو خد 0.00 وخد كمان علامة الكارت. Check your data entry for errors و save the data. راجع. طيب دوس سيف ودوس كلوز. ماشي، يبقى ادي تغيير. The driver table برضو locate and delete the record driver code DD65. عاوز اعمل له delete. ماشي حاضر. دي دي 65 هو ده، دي دي 65. اتأكد ان انت لما عملت له ديليت ملهاش اندو. يبقى درايفر تيبل لوكيت اند ديليت ذا ريكورد دي دي 65. ماشي، اهي يا سيدي علامة الديليت او ديليت على الكيبورد، امسحه وخلاص. ادي يا سيدي ديليت. شوف بقى مديك وارنينج ازاي، يو ار اباوت تو ديليت وان ريكورد. ماشي، اف يو كليك يس يو ويل نوت بي ايبل تو اندو. الاكسس في الريكوردز ما عندوش اندو. ماشي، باي باي. ما انا متاكد ان هو دي دي 66 65. اه ما هو اختفى بقى، خلاص اختفى، اختفى. باي 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 باي. خلاص، حلو قوي. وادي سيف وكلوز. حلو قوي. طيب هنا بقى القصه، المرحله بتاعت ايه؟ كويري وريبورت.
يعني متدرسه ومتدرب عليها، كويري وريبورت. يوزنج فيل فروم بوث تيبل بروديوس ا تابيولار ريكورد. انا الاول هعمل ايه؟ من كتر التدريب بقى، من كتر التدريب هعمل ايه؟ يوزنج فيل فروم بوث تيبلز، الاول هعمل كويري. ليه؟ عشان هعمل فيهم السيرش كونديشن والنيو كالكوليتد فيلد. غالبا دلوقتي يعني كله بقى اول حتتين دول تبع الكويري والباقي تبع الريكورد. ساعات بيلخبطهم ويحطهم في نص الكلام، بس ما بطل بطل. طيب يبقى suitability is gaming or include the text creative. ما هو لما يقول لك include بحط قبلها نجمة وبعدها نجم. read greater than 200 new field call detail which is calculated at runtime. يعني ده هتدي له equation هو اللي هيحسبها. this field will calculate the price increase by 20%. على طول كده بضرب في 1.2، مش انا عايز ازود 20%، هجيب البرايس واضرب في 1.2 على طول. هيبقى برايس بلس 20% من البرايس اللي هي 0.2. يا عم اضرب في 1.2 ماشي. هو مش هيشوف الايكويجن، هو هيشوف الارقام معموله صح. Format the field to display as currency with two decimal places. طيب دولت هيتعملوا ماشي، دولت هيتعملوا في الكويري ان شاء الله. تمام، تعالى بقى نعمل كويري، تعالى نعمل كويري. يبقى البوث تيبلز وهسميها كيو 17، ومن اول هنا بقى لغايه الاخر لسه هنعمل بقى، ناخد من الكويري بعد ما تخلص ناخد منها ونعمل ريبورت ان شاء الله. طيب يبقى بص يا شباب، انا مقفل كل حاجه حتى التيبلز مقفلها. بعد الطالب بيبقى متلخبط من الكويري يروح يشتغل على التيبل، يا سيدي قفلها قفلها. طيب ادي التيبل الاولاني هو درايفز، وبعدين كرييت كويري ويزرد، لازم سيمبل كويري ويزرد واوكي. التيبل الاولاني دبل ارو اللي هو درايفز، وبعدين التيبل الثاني اللي هو ميكرز دبل ارو. تمام ماشي، وبعدين نيكست بسيبها ديتيل، وبعدين نيكست هسميها بقى ايه؟ رقم المسألة كيو 17، عشان يمكن في المسألة اللي بعدها اعمل كيو 18، بخاف انا من اللخبطة. تمام، يبقى ادي كيو 17 وفينش. يبقى انا عملت ايه؟ I have copied الداتا من التو تيبلز وحطيتهم في كويري. تعرف لو انا كنت سايبها على الغلطه بتاعت الريليشن شيب، وانا بس ما كنتش شايفه وعينيا مش شايف كويس، فعملت فيلد غلط، كنت هتلاقي الكويري دي فاضيه. بس انتوا شاطرين، كتر خيرك يا ابني، انت نبهتني، كنت هتلاقي دي فاضية. وبعدين ساعتها الطالب هيقول انا طب هي فاضية ليه؟ لا ده الغلطة في الريليشن شيب، لأن هو بيعمل ماتشنج ما بين ده وده، لما يلاقيهم ماتشنج يكمل الداتا. خلاصة الكلام، أدينا الحمد لله شغالين صح. أنا عاوز suitability is gaming or، ما هو أوردي أنا بكتبها بإيدي. يبقى أنا في الكرايتيريا تحت خانة السوتابيليتي هخليها جيمنج مسافة اور مسافة. كرييتيف دي بقى، كرييتيف دي بتبقى عاوزة نجمة قبلها ونجمة بعدها. يبقى دلوقتي السوتابيليتي از جيمنج اور استريكس كرييتيف استريكس. جت كذا مرة انكلود او كونتينز، انكلود او كونتينز يبقى قبلها نجمة وبعدها نجمة. لو قال لك اند يبقى تحط قبلها نجم، لو قال لك بيجينز تكتب الكلمه واخرها اي حاجه يبقى اخرها نجم. وكل الحاجات دي جت، يبقى لازم التدريب على كل ما هو 20 21 22 ده اقل حاجه. طيب يبقى انا دلوقتي في السوتابيليتي اهو، ادي هنا هوم ديزاين فيو، وفين بقى السوتابيليتي اهي.
اروح كاتب جيمنج كده لوحدها مسافه اور مسافه استريكس كرييتيف استريكس، ادي هنا علامه الاستريكس وادي كرييتيف وادي علامه الاستريكس تاني. تمام، لو دوست كليك تحتها هيحصل ايه؟ لو دوست كليك تحتها هيحصل ايه؟ بص يا ابني، لو انت دوست كليك تحتها جيمنج خد الدبل كوتيشن عشان انت بتدور على جيمنج، اما بقى اللي قبلها استريكس وبعدها استريكس خد الدبل كوتيشن اه وزاد عليها كلمة لايك، وزاد عليها كلمة لايك لان هو الاستريكس دي وايلد كاركتر. ماشي تمام، يبقى الاستريكس دي وايلد كاركتر. ماشي، يبقى اعمل سيف وران. تعال بقى نشوف السوتابيليتي جيمنج اه وكرييتيف بروفيشن. اي حاجه فيها كرييتيف شغاله، اي حاجه فيها جيمنج شغاله. خلاص، كرييتيف قبلها كلام، كرييتيف بعدها كلام زي الفل. خلاص ماشي. read greater than 2200. ماشي، يبقى ادي الريد هتروح جايب هنا هوم ديزاين فيو، وادي هنا في الريد علامة greater than 2200 2200. وعايز اقول لك حاجة، الفيلدز اللي هي نيوميريك ما بتاخدش دبل كوتيشن. الفيلد يعني التكست جيمنج بياخد دبل كوتيشن قبل ودبل كوتيشن بعد لانه ده تكست، اما الريد اللي هو نيوميريك 2200 ما بياخدش دبل كوتيشن. طيب المهم سيف وران، المهم سيف وران. طيب ماشي، ما انت تتاكد ان الريزلتس ار ريزونبل في ايه؟ ان هي كلها كلها الريد جريتر ذان 2200، وان هي كرييتيف او كرييتيف سمثينج او سمثينج كرييتيف توجذر وذ جيمنج. ماشي، حلو قوي. يبقى انا عملت دلوقتي التو سيرش كونديشنز دول، فاضل اعمل ايه؟ فاضل بقى اعمل الكالكوليتد فيلد، ما هو بالكويري برضو. ماشي، بس بيتعمل ببطن اسمه بيلدر اللي هو بيفتح لي اكسبريشن بيلدر. وتعالى اسمع لك، احنا الاول هنكتب ريتيل اللي هو الفيلد نيم، نقطتين فوق بعض ايكوال، النقطتين فوق بعض ايكوال دي ما حدش هيجيب سيرتهم انت من مذاكرتك. يبقى الفيلد اسمه ريتيل نقطتين فوق بعض ايكوال، وبعدين برايس هتجيبها بالدبل كليك من لسته multiply by 1.2 وخلص. multiply by 1.2 يعني فيها 20% increase وخلص. طيب ما كده زي الفل، تعال اعملها لكم. ادي هنا يا سيدي الكويري، وادي من هنا هوم ديزاين فيو، وبعدين هتروح جاي كده على اليمين خالص ونحط الماوس هنا، هتحط الماوس في كولوم فاضي وتدوس على بيلدر. البوتن ده يا شباب اسمه بيلدر اللي هو اكسبريشن بيلدر اهو، هروح دايس عليه طلع لي الويندو دي اللي اسمها اكسبريشن بيلدر، بتساعدني اكتب الايكويشن. طيب هو انا عايز اكتب ايه؟ الفيلد نيم. الفيلد نيم يا شباب اسمه ريتيل، اكتب لي هنا ريتيل بالكيبورد بايدك، هتكتب ريتيل بالكيبورد بايدك، وبعدين نقطتين فوق بعض ايكوال اهي اللي هي كولون شيفت كاف وايكوال. الايكويشن ايه بقى؟ برايس مالتيبلاي اللي هي الاستريكس 1.2، معناها برايس ايكوال برايس
بلس 0.2 اوف برايس. اصل انا اتدربت عليها كتير قوي، انت كمان. يبقى هتروح جايب من هنا يا ابني برايس اهو، اعمل عليها دبل كليك لانها بتتكتب جوه سكوير براكتس، مش ناقصين اخطاء. وبعدين تحط الماوس هنا ملتبلاي باي 1.2، يبقى كده تمام قوي. ملتبلاي باي 1.2 يبقى تمام. دوس اوكي ودوس سيف ودوس رن. لازم تدوس سيف وتدوس رن، عشان بعدها لو جيت تشوف الفورمات تعرف تظبط الدسمال بليس. لما بتدوس سيف ورن هو بيحس انها نيوميريك ويفتح لك الدسمال بليس، اذروايز غالبا مش هتعرف تلاقي الدسمال بليس. تعالى بس نبص عليها يا عم، اشتغلت زي الفل. ناقصها الكرنسي والتو ديسمال بليسز. وممكن برضو تبقى تبص كده تشوف برايس منهم، هل هي فعلا زايده، برايس منهم هل هي فعلا زايده 20% of it. متهيألي يس، متهيألي يس. يعني مثلا ال 400 دي 480، ما 20% ب 80. حلوه، دايما اتحقق من الريزلتس انها ريزنبل دايما، لان هتعرف منين انت بتحل صح. مش هتعرف تبص في الكمبيوتر اللي جنبك وما فيش تيتشر يساعدك في الامتحان. طيب يبقى تروح جاي من هنا هوم ديزاين فيو، وتيجي بقى على برايس دي، رايت كليك بروبرتيز. انا عاوز اخليها ايه؟ عايز اخليها فورمات كرنسي وديسمال بليسز 2. دايما ما دام اول المساله كرنسي ديسمال بليسز 2، المساله بتخلص كلها ديسمال بليسز 2. نفس الكرنسي سيم، انا بخليها كرنسي اللي هي ستيرلين وخلاص. وادي هنا كلوز، وادي هنا سيف، وادي هنا ران. نبص على الرزل، ايوه اصبحت فلوس وبقت تو ديسمال بليس. حلو قوي، خلصت الكويري اللي هي كام؟ كيو 17. سيف واقفلها واختارها، سيف واقفلها واختارها، وبعدين اعمل بعدها ريبورت ويزرد، بس ما تاخدهمش دبل ارو، اونلي اللي مكتوبين هنا. كل المسائل ماشيه كده خلاص بقى، بيتهيألي كده الاكسس اتعرف. ماشي، يبقى دلوقتي دي كيو 17 سيف واقفلها واختارها وكرييت ريبورت ويزرد. بس انا مختار مين؟ كيو 17. ما انت مش هتاخد من التيبل ام درايف ولا هتاخد من الام ام ميكر، ما ينفعش، لازم هتاخد من كيو 17. ما دي فيها الكونديشنز والسيرش كونديشنز، ما هي لازم المسألة تكمل. طيب ادي من هنا يا سيدي ايه، ادي كيو 17 ريبورت ويزرد، ادي هنا كيو 17. هنقي الفيلز المطلوبة in this order. In this order، تعالى بقى يا سيدي درايف كود موديل كود اهو، درايف كود موديل كود، وبعدين موديل ميكر كونتري، ادي هنا موديل، وبعدين ميكر كونتري، سوتابيليتي فورم فاكتور، لازم in this order. suitability form factor read capacity underscore terabyte read وبعدين capacity underscore terabyte وبعدين price and retail. In this order. يلا اتفضل نقيهم in this order. With data and labels in full، يعني هتوسع وتضيق الداتا لغايه ما كل حاجه تبان. Do not group the data، هوريك في حاجات بتعمل جروبنج غصب عني، ولازم انا ابقى حريص ان انا ما اعملش جروبنج.
انا نقيتهم ان ذيس اوردر وبعدين نيكست. الداتا مش معمول لها جروب، اوريك يعني ايه جروبينج. اهي كده معمول لها جروب، الحمد لله بقى. يبقى احنا خلينا ايه، دو نوت جروب ذا داتا وبعدين نيكست. Do you want to add any grouping level؟ لا. وبعدين next. السورت مش بعمله، بينقل لي الكولوم من مكانه، وانا تعبت عبال ما رتبتهم in this order. خلاص؟ فمش هعمله later، هعمل ادا سورت later ان شاء الله. وبعدين next. السؤال الوحيد، يا ترى بورتريت ولا لاندسكيب؟ هو عايزها لاندسكيب. لازم هتسيبها تابيلر لان هو قايل لك تابيلر. لازم هتسيبها ادجاست فيلز اول فيلد فيت اون بيج، اللي هي فيتس اون سنجل بيج وايد وذ نو بيج نمبر ديسبلاي. هشيلها انا بيج نمبر لان احتمال اوتوماتيكلي يكون كاتب لي بيج 1 اوف 1. طيب وبعدين نكتب التايتل. تعالى نكتب التايتل. هو التايتل عايزه ايه؟ درايفرز فور جيمرز اور كرييتيف ورك. طيب اكتب لي هنا، يلا انقلها بالكيبورد، درايفرز فور جيمرز اور كرييتيف ورك، والكابيتال والسمول without any spelling mistakes، عشان هي عليها ضرب. لو عملت one typing mistake هتنقص ضرب، يبقى انت ما كتبتهاش. وبعدين فينش. حلو قوي، الريبورت اتعمل بس لسه مش في احسن صوره. ليه بقى؟ السورت لسه ما عملتوش، وبعدين شايف الداتا بقى داخله في بعضها ازاي؟ مش مفاجأة، كل مره كده. خلاص اتدربت بقى. طيب انا دلوقتي في البرنت بريفيو، يعني هتطبع؟ لا هتطبع ايه؟ استنى الاول، اعمل كلوز برنت بريفيو. ده كده ديزاين فيو. هات لي من هنا لاي اوت فيو، هات لي من هنا لاي اوت فيو. وبعدين بص يا سيدي، هتدوس كليك على درايف وكنترول الداتا بتاعت الدرايف، وبعدين اجيب كده، وبعدين اجيب كده، وبعدين كليك على الفيلد نيم بتاع موديل، وبعدين كنترول الفيلد نيم بتاع موديل، وهجيبه كده، وهجيبه كده، وبعدين موديل والديتا بتاعت موديل، هجيبه كده وهجيبه كده، وبعدين ميكر والديتا بتاعت ميكر، أجيبه كده وأجيبه كده، كونتري والديتا بتاعت كونتري، أجيبه كده. أنا وفرت مساحة كتير عشان الحاجات المكربسة، أو هنا ممكن يكون في لونجر أيتمز أنا مش شايف. طيب يبقى ريد والديتا بتاعت الريد، وبعدين دي وبعدين دي اي حاجة تعك منك اعمل لها اندو، وبعدين دي، ويا ريت تبعد عن البوردر ده، يا ريت تبعد عن البوردر ده عشان ما يعمل لكش صفحة فاضية، ما يبقاش تو بيجز وايد، انا لازم وان بيج وايد، وان شاء الله تطلع وان بيج اولها من اخرها لان السطور قليل كده. تمام كده تمام، اعمل سيف. كل ما تحس ان انت عملت حاجه دوس على سيف. تمام. طيب قول لي ايه،
على بقى نشوف السورت ما عملتوش. سورس ذا داتا انتو اسندنج اوردر اوف كونتري. ايوه الباطن ده بتاع اد سورت، جنب منه اد جروب، اوعى تيجي عليه، اوعى تيجي على اد جروب. والباطن ده اساسا لو ما كانش مفتوح عندك بيتفتح من هنا، اديني قفلته. يبقى هنا هتعمل جروب اند سورت، فهنا في اللاي اوت ديزاين ادي هنا جروب اند سورت ماشي، وتعمل ادا سورت وتختار كونتري وسيبها بقى ايه اون توب عشان تبقى اسندنج. ما هي دايما بتيجي اسندنج، لو عايزها ديسندنج اقلبها بقى. هو عايزها ايه؟ عايزها سور ده ديتا انتو اسندنج اوردر اوف كونتري، يبقى سيبها كده هي كونتري ايه اون توب يعني اسندنج. تعال نبص فين كونتري اهي، اندونيسيا وبعدين جابان وبعدين يو اس اي عشان باليو في الاخر. حلوه، فاضل ايه؟ فاضل يور نيم سنتر نمبر كاندريت نمبر اون ذا ريبورت، اي مكان فوق او تحت. انا بحب اكتبه بدل ايكوال ناو، اصل ايكوال ناو دي بتحط لي الديت في الصفحه تحت في البيج فوتر وبتتكرر في كل صفحه. اصل في حاجه اسمها بيج فوتر وحاجه اسمها ريبورت فوتر، بيج فوتر هو اللي بيظهر في كل صفحه. طيب يبقى ادي من هنا، ادي من هنا ديزاين فيو ايكوال ناو دي، بس في مشكله كبيره، ايكوال ناو دي جوه تكست بوكس اهي، ايكوال ناو دي جوه تكست بوكس، لو كتبت جواها هتطلع لك ايرور مسج وغالبا اسمك مش هيبان غالبا. احسن حاجه زي كل مره رايت كليك تشينج تو تحولها الى ليبل، رايت كليك تشينج تو تحولها الى ليبل. تمام اهو، ما ايكوال ناو راحت من نفسها مش انت اللي مسحتها، وتحولت لتيبل يعني اللي اتكتب فيها يظهر وخلاص. طيب هتحط بقى اسمك، انا مسمي نفسي نيم نيم اي جي دبل او 7 0001. حلو قوي، تعالى كده نجرب سيف، وادي من هنا هوم وبرنت بريفيو، كل حاجه تمام ما عدا حاجه واحده، حاجه واحده بس هو قايل عليها تعالى افكرك بيها. هو مش عايز بيج 1 اوف 1 دي، قايلها فين اهي اهو with no page number display، مش عايز. طب ما نمسحها، هقول لك تمسحها ازاي، بس خليك حريص برضو، اكسس ممكن يغضب عليك في لحظه وتلاقي الدنيا بقى ايه. اعمل كلوز للبرنت بريفيو وتعالى اعمل هايلايت على دي، اعمل هايلايت على دي وامسحها، بس بشرط هتمسحها بديليت مش باك سبيس. على الكيبورد زرار ديليت اهو بيطير اهو باي باي، بديليت مش باك سبيس. وادي من هنا سيف، وادي من هنا بريم بريفيو، وكده تمام 10 على 10. سيف اند برين يور ريبورت، هتروح دايس برنت تطلع على ورق، بس عشان الاونلاين هتعمل ايه؟ مايكروسوفت برنت تو بي دي اف، واوكي هتسيفها فين بقى؟ ادي هنا على الديسك توب، وادي 22 مارش، وهتسميها كل ده ما بيتمش اخر السنه، اخر السنه برنت على ورق. برنت اوت تو، هي دي كده تطلع على ورق، اتاكد ان مفيش حاجه مختفيه، مفيش حاجه مغطيه على بعضها، لو بعد ما طبعت لقيتها ناقصه صلح واطبع تاني. طيب يبقى حلو قوي، يبقى دي كده ايه خلصناها ماشي، يبقى ادي المساله اهو، عملنا لغاية هنا وبرد. طيب تعالى بقى ايه ده، ايه ده، هي دي ليبل ريبورت، بص عليها كده ليبل ريبورت، ما هي ساعات بتيجي كده وساعات تيجي كده، ما هو ده كله عليك في المنهج.
ومره بقى بتيجي اكستراكت تاخدها تعملها كوبي وبيست في مساله الوورد. هم دول الثلاث افكار بتوع الاكسس. بس في حاجه اسمها فورم بقى عايزين نشتغل عليها، في حاجه اسمها فورم بقى لها فتره ما جاتش، عاوزين نشتغل عليها. Using field from both table produce labels for driver that أنا هعمل كويري جديدة. Using fields from both table هعمل كويري أسميها QAT. ماشي؟ طيب قفل ده بقى يا كابتن وشكرا. تمام؟ وبعدين أدي درايفز. ما هو من الأول، بنعيد المسألة من الأول. أدي من هنا كرييت. كويري ويزرد، سيمبل كويري ويزرد، اوكي. التيبل اللي اسمه درايفز اخده بالدبل ارو، التيبل اللي اسمه ميكرز اخده بالدبل ارو. وبعدين في ايه تاني؟ لا دي كيو 17 بقى اللي فاضله، دي ماليش دعوه بيها خالص. كيو 17 المساله اللي فاتت، انا مالي؟ They are totally independent. وبعدين next هنسيبها دي تي، ما جاتش سمري كويري دي من 2015. وبعدين نيكست هسميها بقى رقم المسألة اللي هي كيو 18. كيو 18 وادي هنا فينش. يبقى انا جيت من الاول تاني، عملت كوبي لكل الداتا اللي في التو تيبلز، حطيتها في الكويري. ليه؟ علشان السيرش كونديشنز. وبعد ما اعمل السيرش كونديشنز دول هقفلها واخد من كيو 18، بس بدل ما اعمل ريبورت ويزرد هعمل ليبل ويزرد. المفروض عارفينه. طيب suitability is whole or include SO HO. طيب زي اللي فاتت، يبقى في suitability اعمل سيرش على هوم مسافه اور includes، يبقى اس او اتش او قبلها اس قبلها نجمه وبعدها نجمه استريكس استريكس، يبقى السوتابيليتي هكتب فيها هوم او. ادي هنا هوم ديزاين فيو، وادي هنا السوتابيليتي هكتب فيها هوم او استريكس اس او اتش او استريكس استريكس اس او اتش او استريكس، يبقى هوم اور استريكس اس او اتش او استريكس. وادوس كليك تحتيها، شايف بقى اس او اتش او دي خدت لايك وكوتيشن، وهوم ما خدش لايك لانه ما فيهوش نجمه. هعمل سيف واعمل ران. هنا اس او ابعدها اي شيء، او هوم او اس او بعدها اي شيء زي الفل، قبلها وبعدها. حلو قوي. فورمات از اس اس دي، اهو ادي كولوم الفورمات في اس اس دي واتش دي دي، انا عاوز اس اس دي بس. يبقى اروح جايب هنا هوم ديزاين فيو، وادي تحت فورمات اروح حاطط اس اس دي. شوف اس اس دي خدت دبل كوتيشن ازاي؟ لانها تكست، التكست بياخد دبل كوتيشن. وسيف ورن اهو، كله اس اس دي والباقي اتمسح. عاوز ايه تاني؟ برايس ليس ذان 130 برايس. ادي هنا هوم ديزاين فيو، وادي هنا برايس سمولر ذان 130، بق السمكه ناحيه ال 130 لان الريزلت هتبقى بعيده عن المنطقه. يبقى less than اهو less than 130 اهو، يبقى ال 130 هي الكبيره والريزلتس اقل من ال 130. وسيف ورن، سيف ورن، عايز اشوف الريزلتس ريزونبل اهو. ادي البرايس ما فيهوش 130، كله اقل، يبقى انا شغال صح. وبعدين capacity 1 or more capacity underscore tb 1 or more، ادي هنا capacity
يبقى هنا هوم ديزاين فيو عند الكاباسيتي greater than or equal 1. 1 or more معناها greater than or equal 1. ماشي؟ طيب يبقى تعمل بقى سيف ورن، تعمل سيف ورن ماشي، وتتأكد بقى ان كل اللي انت عايزه فولفيل. ماشي طيب، ما حلو قوي زي الفل. طيب فاضل ايه تاني؟ كده الكوري خلصانه، سيف واقفلها، سيف واقفلها، وخد منها واعمل ليبلز. ماشي هنصممها ان شاء الله، هنصمم الشكل ده، بس نكتب لارج كاباسيتي فوق الاول، يعني قبل ما نكتب ميكر وموديل والسيتي، لارج كاباسيتي دي تتحط فوق توب اوف ايتش ليبل، يور نيم سنتر نمبر يتحط تحت. ما هو دي هي ده الموديل بتاع الكوتش، كل ليبل هوريهولك. خلاصه الكلام، خلاصه كده، هي فاضل ضغطتين وده. طيب انا عملت كام؟ كيو 18، سيف واقفلها واختارها. اوعى تختار كيو 17، ما هي كيو 18 برقم المساله، امال ايه؟ يبقى اختار كيو 18 وبعدين كرييت، لازم كيو 18 يا شباب، مش هتعرف تختارها غير كده. كرييت المره دي ليبلز اخت رابورت ويزرد، ما هي تحتها على طول، هي نوع من انواع الرابورتس برضه. بس بدل ما الريزلتس تطلع، بدل ما الريزلتس تطلع في ريكوردز، لا هتطلع في ليبلز، هوريها لك. تعالى بس نختار ليبلز ونشوف الاوبشنز اللي فيها ايه. طيب this wizard create standard label or custom label، خلينا يا عم في الستاندرد. البرودكت نمبر ده لو انت هتشتري الورق من السوق، من السوق اللي هتطبع عليه، انت مش هتشتري ورق، هتطبع على ورق عادي. الدايمنشنز والنمبر اكروس، نمبر اكروس دي اهم واحده. تعال نقرا السؤال اساسا. السورتد انتو اسندنج اوردر اوف برايس، هعملها بس نيكست في الويزر هلاقي انا بوتن بتاع سورت واستخدمه. displayed 8 pages two side by side، اهي two side by side دي side by side هي معناها تختار نمبر اكروس بيه، وهم ان شاء الله هيطلعوا 8 في الصفحه. لو ما طلعوش بعرف اظبطها، بس انا هختار بس تو سايد باي سايد اللي هي نمبر اكروس بي 2. فور اكزامبل ده وده، ما هو ده اكزامبل يعني. بصراحه اول واحده عندي اللي هي 52 ملم باي 70 ملم، هي دي كل مره اللي بتطلع الاجابات مظبوطه، بيطلعها لي تو كولومز لانها نمبر اكروس بي 2، وبيطلعها لي فور روز و2 في 4 ب 8، هيقسمها لي 8. سيبك الدايمنشنز دي اكزامبل، مش لازم تعملها، مش لازم، هو بس اول واحده هي اللي بتطلع الشغل صح. اول واحده هي انضف واحده، خلاص. طيب يبقى اختار اول واحده، بس اتاكد ان انت هنا مترك مش بالانشز، هي اول واحده كده زي الفل. اعمل نيكست. الفونت 8 والسايز وبلاك ما تعملش اي حاجه، هو ما طلبش، تعملش اي حاجه. نيكست. هنا بقى البروتوتايب ده بعمل فيه كل حاجه، البروتوتايب ده بعمل فيه كل حاجه. ما انا هعمل فيه دول دلوقتي. display field in the positions are shown، هظبطها ان شاء الله، بس الاول اكتب larger capacity drives for home use. اكتب لي هنا، اكتب لي هنا larger capacity drives for home use الاول، لان انت سيمبلي ما تعرفش تدوس انتر وتنزل الداتا. وبعدين عايز ميكر وبعدين موديل،
ما هو السطر اللي بعده تاخد ميكر، ادي ميكر، وبعدين دوس بقى سبيس كده، سبيس واحدة وخلاص. بجيب لك موديل يعني، في يا سيدي دوس سبيس كتير مش هتفرق، وحط بقى موديل. السطر اللي تحته سيتي سيتي، وبعدين سبيس كتير، وبعدين كونتري. ماشي، وبعدين سوتابيليتي في سطر لوحدها، سوتابيليتي في سطر لوحدها، كونكشن وفورمات، ادي كونكشن وسبيسز وفورمات، عايز تزود سبيس ماشي، وبعدين برايس لوحده. وبعدين بقى your name center number candidate number at the bottom of each label، تروح كاتبه لي هنا. عايز تجيب سطر كده كمان اهو، يبقى your name center number candidate number في البوكس ده، والبوكس ده هيتكرر 8 مرات في الصفحة، هو ده اللي بنسميه ليبل. طيب فاضل ايه؟ دوس نيكست. سورت نستخدمه، ده ما بيضرش. سورت اسندنج اوردر اوف برايس، اهو خد لي برايس بس، وهو كده اسندنج غصب عني. لو عايز تسندنج هتدوس بقى هنا في الاداه سورت جوه في الديزاين، بيبدا هنا بس. هما الاثنين في الاخر هيبقوا نفس الريبورت، بس يعني ايه. وبعدين نيكست، سيب ده ما بيبانش، التايتل ده ما بيبانش، فينيش. هي كده خلصانه، هي كده خلصانه. اي نعم يعني البرايس ويو اس اي مش مظبوطين بالظبط تحت بعض، بس مش عليها درجه، مش هتعرف تظبطها انت خالص، مش هتعرف تظبط. هما الاثنين على السطر وخلاص. ناقص حاجه؟ اه ناقص. هو كان قال ايه؟ لارجر بولد، انا عايز دي تبقى لارجر بولد. طيب اقول لك نعمل ايه؟ نعمل كلوز، وشايف طالعين 8 ازاي؟ اهو 8 في الصفحه. وكم صفحة؟ هي صفحة واحدة زي الفل. طيب احنا في البرنت بريفيو، اعمل كلوز على البرنت بريفيو، وهات لي هنا في الديزاين فيو، اعمل لي هايلايت على اللي فوق ده، انا عايزه بولد ولارجر فونت، يعني بدل ما 8 خليه 12. هو قايل كده، عايزه لارجر وبولد ات ذا توب. اعمل كده سيف، ومن هنا ريم ريفيو اهو، خد سطرين ما يضرش، هو ما قالكش انه ياخد سطر. لو متضايق منها تعالى، بدل ما هو خد سطرين، بدل ما هو 12 خليه 10 بس. كده بقى مود ايديال بصراحة، كده ايديال جدا، كده جميل جدا. تروح اعمل لها بقى برنت، وخلصت كده مسألة الأكسس. راح أعمل لها برنت أوت 3، راح أعمل لها برنت، طبعًا آخر السنة هتطلعها على ورق. دلوقتي بس هنخليها برنت أوت 3 علشان ما عندناش برنتر. خلاص، ما تنساش بقى في آخر المسألة تطبع كمان عليها 28 درجة. ما تنساش في آخر المسألة تطبع كمان الإيفيدنس، عشان كده يبقى الامتحان خلص. أتمنى تكون المسألة